هوية بريس. يوسف العمراني معطل من مدينة فاس. اليوم احنا علاش هنا؟ السؤال هو علاش هنا؟ كيجي هذا اليوم استمرارا في الاشكال الاحتجاجية التي سطرتها تنسيقية جهة فاس لحملة الشواهد المعطلين فرع فاس. احتجاجات اللي عرفتها مدينة فاس على غرار باقي المدن المغربية، ردا على قرارات شكيب بن موسى التي اقصت العديد من المعطلين من جياز مباراة التعليم بتسقيف السن وميزة شهادة البكالوريا وميزة الإجازة عدد السنوات الحصول عليها. حنا هنا كمعطلين تقصينا من جياز مباراة، ما بقى لدينا أي حل من غير أننا نناضلوا ونديروا أشكال نضالية مختلفة، وقفات، مسيرات، اعتصامات، ممكن يدخل حتى في إضراب عن الطعام، طلبا طلب ديالنا اللي هو التشغيل. وإلا شوقفنا هنا أمام الجهة لأن الجهة تعتبر حتى هي مسؤولة في عملية التشغيل، راه المناصب كتوزع في المقاطعات وفي الجهات غير بالولاءات وكل واحد بك صاحبي. هذا هو المطالب ديالنا، التشغيل والإدماج في الوظيفة العمومية بما يتناسب مع الشواهد المحصل عليها لدى كل المعطلين، وتحياتي لكم. باسم تنسيقية جهة فاس مكناس لحملة الشهادات المعطلين فرع فاس، ناخذ وقفة احتجاجية ثانية باسم تنسيقية أمام مجلس جهة فاس مكناس. الحق ديالنا ثابت في التشغيل، على المسؤولين المتواجدين في هذه البناية ولا شاد العجب هذا أنهم يفكروا في حلول واقعية للمعطلين. أفنينا سنوات عمرنا في التحصيل والكد، فوجدنا أنفسنا عرضة للشارع، خصوصا بعد أن أقصانا بن موسى من جياز مباراة التعاقد المرفوضة في الأصل بتحديد السن 30. أين البديل؟ نطالب بالبديل، حقنا في التشغيل حق ثابت في هذا الوطن، فليتحمل المسؤولية من سيتحملها. على الحكومة الفاشلة بقيادة عبد العزيز أخنوش أن تجد حلا، أن تخرج وعودها التي جعلتها مادة دسمة في الانتخابات، أن تخرجها إلى الواقع. أين هي؟ مليون منصب شغل أو مليونين كما سماها، ولا الله أعلم. اليوم في الشارع وسنبقى وسنستمر، لا خيار لدينا غير النضال، لن نتراجع، سنخوض وقفات احتجاجية، إضرابات طعامية، مسيرات على المستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي من أجل إيجاد حل لمشكلتنا. لن نتراجع، أمامنا خيار واحد وهو النضال، خصوصا بعد أن تم إقصاؤنا من جهاز مباراة التعاقد تحديد السن 30. على الحكومة وكل من يمسك ملف تشغيل بيده أن يجد حلا للمعطلين. وشكرا للموقع هوية بريس على التواجد ديالو دائما. هوية بريس.